نددت قبائل بكيل محافظة عمران في لقاء قبلي موسع باستمرار العدوان السعودي على اليمن، مجددين العهد والولاء لله والوطن والتضحية في سبيله بالنفس والمال، ورفد الجبهات بالمقاتلين لمواجهة العدوان وأدواته. بكيل العطاء والصمود، قبيلة العراقة والبسالة، لم تغب يوما عن وطنها وشعبها، فالانتماء إلى هذه الأرض الطيبة يجري في عروقها، حيث نظم أبناؤها لقاء قبليا موسعا في محافظة عمران تنديدا باستمرار العدوان السعودي على اليمن، واستنكارا للمواقف المخزية للدول العربية والإسلامية المجتمعة في الرياض. قبائل بكيل اليوم تؤدي رسالتها التي هي في الصدارة، في صدارة الثورة، في صدارة الوحدة، في صدارة كل أعمال والمنعطفات السياسية توجد بكيل. ورسالتها اليوم إلى الأعداء المتآمرين في الرياض وفي تل أبيب أن اليمن هو الإسلام، واليمن هو العروبة، واليمن هو الشجاعة، واليمن هو الوطن، واليمن هو الأمة. أبناء قبيلة بكيل حيوا الصمود الأسطوري لشعبنا اليمني في وجه تحالف العدوان السعودي المشؤوم الذي استخدم أحدث الأسلحة الفتاكة والمحرمة لقتل الأبرياء في اليمن، متجاوزا كل الأعراف، منتهكا كل الحرمات، مؤكدين عزمهم مواصلة الصمود والثبات ورفض الجبهات حتى نيل الحرية والاستقلال. أنتم يا كبار حمدان الزي، أنتم من دحر المستعمر العثماني والبريطاني، وأنتم اليوم تعيدون من آباءكم وأجدادكم وتبذلوا كل غانم ونبيذ للقوم ضد السلطان الطامعين. كما ترى هاهم أبناء قبائل بكيل في محافظة عمران قد تداعت وتدفقت إلى هذه الساحة لتؤكد للجميع بأنها لا ولن تسمح بتمادي العدوان على هدم مبادئها، على قتل أبنائها، على قتل النساء، على هدم المباني. ولهذا نؤكد للجميع بأن أبناء القبائل ستظل وفية. بعيد عليه اليمن اليوم وغدوة وبعد اللوم ما بقى من نامن يا غالي. تراب اليمن علينا غالي، قوي قوي قوي، وهو بينا وهو داري بنا. انا من بيت القحم 50 شهيد او 57 شهيد، وابعد الباقي والله لو ما بقى لنا ثاني ما دخلها وعاد احنا نلبسها. عنفوان القبيلة اليمنية هاجس يروق العدوان ويجعله في حيرة، لأن علاقة اليمني بأرضه علاقة انتماء وهوية، وعلاقة الغازي بالأرض علاقة احتلال وارتزاق، وما على الغازي إلا أن يأخذ عصاه ويرحل، ولعل في تاريخ من سبقوه في احتلال اليمن عظة وعبرة. من هنا أبت قبائل بكيل الجود إلا أن ترسل رسالة العزة والصمود أنها ثابتة مع وطنها وشعبها، ثبات جبال اليمن الشماء. محمد الموهبي، اليمن اليوم، محافظة عمران. بروح.